حاجتين مهمتين جدا بمحصول القمح، لابد من الالتزام بمواعيد الري ومواعيد اضافه الاسمده، والالتزام ايضا بالمقررات السماديه، ما يكونش فيه مغالاه في التسميد الازوتي بصفه خاصه. الله ينور عليك يا باشمهندس. طبعا احنا عارفين ان الري طبعا ده محصول شتوي، والمحصول الشتوي ده طبعا بيبقى محب للمي، خاصة في السنوات اللي ما فيهاش غزارة في نزول المطر زي السنة دي كده، لازم الفلاح يتبع برنامج ري معين. برنامج الري ده بيعتمد على ان هو المفروض يدي ري التشتية عكس ما الفلاح فاهم او المعتقد القديم بتاعه ان هو يأخر التشتية عشان الغلة تدي تفريع معاه. لا، كل ما يزود كل ما يشتي بدري او يدي ري بدري مع تسميد اولي، التفريع يزيد والانتاج يزيد معاه. تاني حاجة، المقرر السمادي يلتزم بالمقرر اللي هو معدله 3 شكاير للفدان على حسب توصيات وزارة الزراعة، لأن زيادة التسميد بيدي نمو خضر أكتر، فبيزود الإصابة بالأمراض الفطرية فيما بعد ويعمل مشاكل للمزارع. طبعًا ده كلام مهم يا باشمهندس محمود بالنسبة للاعتدال في الري والاعتدال في المقررات السمادية بالمعدلات الموصى بها. انعكاساتها بتكون على يعني شكل النبات، شكل الظاهري، وعدم اصابته او تحمله للاصابات المرضيه والحشريه. ما طبعا الاعتدال في الري، طبعا الغله برضك لما او الجمح لما يحب يشرب ما بنحبوش، بنقوله طريقه الزراعه على مصاطب، علشان كده عشان الري نفسه ما يكونش يكون الري بالنشا، ما يكونش غامر، لان الغمر ده بيعمل تعفن جذور فبيقزم النبات ويعمل اصفرار في النباتات وبيقلل الانتاجيه بعد كده. والتسميد نفسه، التسميد العالي قلنا ممكن يعمل هياج خضري للنبات ويسبب امراض فطريه زي الصدى والبيض الدقيق والهديات ويعمل مشاكل ويقلل الانتاجيه بعد كده. مهم جدا كمان باشمهندس محمود في هذا التوقيت مرور المزارع على حقول القمح بصفه دوريه مستمره لاكتشاف اي اصابات مرضيه او حشريه وسرعه علاجها. طبعا ديت حاجه مهمه، لان ده ارضه، ده الناتج بتاعه اللي هو المفروض يمر عليه، واحنا طبعا برضه ما بنقصرش في المرور معاه، وهو بنقول له لو انت شفت اي حاجه غريبه، اي ظاهره عندك في الحقل بلغنا بيها وهنقول لك العلاج بتاعها ايه. طبعا يعني الارشاد الزراعي مع المزارع من بدايه موسم الزراعه حتى مرحلة الحصاد، ايد بايد على طول. ايد بايد معاها على طول في اي محصول مش جمح بس. وطبعا المزارع اصبح عنده وعي وعنده ثقافة باهمية دور الارشاد معاه في المعاملات الزراعية والتوصيات الفنية الخاصة بالزراعات المختلفة. ما هو حقيقي مركز البحوث بنعمل ندوات كتير، ومركز البحوث والدولة مش متأخرة معانا في اي حاجة، بتوفر لنا تجاوي وبتوفر لنا اسمدة وبتوفر لنا معلومات من خلال الدكاتره اللي بيجونا من هنا، فاحنا معاهم ايد بايد وكتف بكتف، ما بتاخرش عنهم في اي حاجه. طيب باشمهندس محمود اخيرا كده تقول لمزارع القمح ايه في هذا التوقيت؟ يعني نقول له كده بعض النقاط الهامه يركز عليها. اهم النقاط طبعا ان هو يهتم بالري في ميعاد منتظم، ما يزودش فعلا في التسميد الازوتي، يقاوم الحشائش بتاعته اللي طبعا المفروض ان مقاومه الحشائش بتتم في العمر 60 يوم الاولانيين من عمر المحصول، بعد 60 يوم ما يقاومش حشائش خالص كيماويا باي مبيد، ويتجه للنقاوه اليدويه عشان يحصل. وطبعا وبرضك مع المرور اليومي من خلال المرشد ومن خلال صاحب الارض، ان هو لو شاف اي اصابه بياض او صدى يبلغنا واحنا نقول له العلاج. بشكرك شكرا جزيلا باشمهندس محمود العريان، اخصائي محصول القمح باداره بسون الزراعيه، على هذا اللقاء، وان شاء الله يكون في استفاده من اخواننا زراع القمح من هذه التوصيات والارشادات المتعلقه بزراعه القمح في هذا التوقيت، ويكتمل الموسم على خير ان شاء الله، ويحصل المزارع على اعلى انتاجيه من محصول القمح، هذا المحصول القومي والاستراتيجي الهام. شكرا وصباح الخير. صباح الخير يا فندم، متشكرين.